بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ سعد السبيعي من السعودية من مدينة جدة، عميل لشركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا أخ سعد. الله يبقيك طول عمرك. الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله. في البداية أود منك أن تعرفنا كيف تعرفت على شركة المحيط. والله عن طريق البت. تقييمك لأداء الشركة بداية من تلاسلك معهم حتى وصولك واستقبالك في المطار. والله تقييم انها شركة ممتازة، يعني من تعاملت معهم واستقبالهم يعني تقييم 100%. والله نوعية الفنادق، نوعية الفنادق افخم فنادق في ماليزيا صراحة. اول مرة ازور ماليزيا؟ اول مرة. اعجبتك ان شاء الله؟ والله اعجبتك ان شاء الله، وبزورها ان شاء الله ثاني مع المحيط كمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تقييمك للمعيشة في ماليزيا بالنسبة للنفقات يعني بين الماليزيا والسعودية، هل هي متقاربة أم؟ متقاربة يعني ما هي فرق. ما في فرق. ما هي فرق. الأسعار. الأسعار كلها يعني متوحدة. هل من صعوبات واجهتك في هذه الرحلة؟ لا بالعكس، مع شركة المحيط ما واجهت أي صعوبة، بالعكس يعني بكل المهام وكل واجباتهم ومواعيدهم كل شيء، يعني شركة ممتازة والله. ماذا تقول لمن أراد أن السياحة في هذا في ماليزيا وما جاورها؟ يعني أقول لا تفوتك شركة المحيط. لدينا فروع العلم في إندونيسيا وفي سنغافورة وفي سريلانكا تبع شركة المحيط وكذلك تايلاند. والله شركة ممتازة يعني ما شاء الله تبارك الله. كلمة أخيرة أقول الله يوفقكم إن شاء الله لنا لقاءات معكم إن شاء الله وزيارات أخرى إن شاء الله. الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله وترجعوا إلى بلدكم بالسلامة بإذن الله. الله يسلمك طول عمرك. شكرا لكم على استضافتنا لكم و وترحيبكم كل شيء. الله يعافيك ما قصرت والله. بارك الله فيك وفي امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا.